هنا منصة ميدار، ومعكم سارة سعود في حلقة جديدة من سينما ميدار، إعداد محمد عبد الهادي. زير النساء، الرجل الذي أحب جميع النساء، نظرة عميقة في عالم الحب والعلاقات. إذا ميز الرجل المرأة بين جميع النساء فذلك هو الحب. دراما كوميدية للمخرج الفرنسي فرانسوا تروفو، ومن بطولة تشارلز دينير وبريجيت فوسي. في هذا العمل نحن أمام شخصية زير النساء أو النسوانجي بالعامية أو الدون جوان، ذلك الرجل الذي يرغب بإقامة علاقة مع جميع النساء والذي تصل رغبته حد الهوس والمرض. في الرجل الذي أحب جميع النساء نستكشف الدوافع النفسية والبناء النفسي لهذه الشخصية. تدور الأحداث حول برتراند موران، مهندس طيران أعزب يبلغ من العمر 40 عاماً. يتم سرد القصة منذ المشهد الافتتاحي في الفيلم والمتمثل بجنازة هذا المهندس الذي توفي مبكراً نتيجة حادث سيارة. هذه الجنازة تبدو غريبة لأن المعزين عبارة عن حشد كبير من النساء يتواجدون في المقبرة، وهناك امرأة واحدة من بينهن تعتقد أنها الوحيدة التي تفهم هذا الدون جوان، والسبب الذي يدفعها لذلك أنها محررة كتابه الذي يتضمن مذكراته حول العلاقات التي أقامها مع النساء. عند التأمل في حياة برتراند ومن خلال مذكراته وسرده لعلاقاته النسائية، من السهل أن ندرك أنه شخص مريض ومهووس، وأن رغبته كالفوهة التي لا تمتلئ أبداً. ولكن ما هي أسباب هذا الهوس؟ كيف أصبح هكذا؟ وما هي الدوافع النفسية التي ترغمه على ذلك؟ هل تتعلق هذه الحالة بطفولته وتربيته؟ أم أنه مجرد شخص منعدم الأخلاق يجد نفسه في إشباع لذته فقط؟ الممتع في هذا الفيلم هو الدراسة النفسية لشخصية زير النساء، حيث نلاحظ هوس برتراند بملاحقة النساء والتعرف عليهن، ونلاحظ أنه في بداية كل علاقة يسيطر عليه الاهتمام والهوس تجاه المرأة التي يريد إقامة علاقة معها، وكأنه فعلاً قد وقع في الحب أو أن لديه مشاعر تجاه تلك المرأة. ولكن وبمجرد إقامة العلاقة معها يفقد اهتمامه بها ويفقد رغبته تجاهها، لنجد أنفسنا أمام السؤال الذي يقدمه هذا العمل في المشهد الختامي: لماذا نبحث عن الكثير من الناس ونحن على دراية أن ما نريده يوجد في شخص واحد؟ شاركونا تقييماتكم على منصات التواصل الاجتماعي لمنصة ميدار منصة أفكار.